صباح الخير سارة، وصباح الخير عبد الإله، أسعد الله صباحكم أيضا متابعين قناة الإخبارية. فعلا مثل ما ذكرت سارة، بين فترة وفترة تظهر العديد من الأنظمة الغذائية تمنعنا من بعض العناصر الغذائية وتسمح لنا، ممكن يكون مثل ما ذكرت الكيتو أو تقليل الكارب في معدلات الوجبة الغذائية، الكثير من الأنظمة الكيميائية وغيرها وغيرها. حناخد تفاصيل أكثر عن تأثيراتها السلبية وعن أداء في فقدان الوزن مع الأستاذة آلاء الأهدى، الأخصائية التغذية العلاجية ورئيسة قسم التغذية العلاجية بمجمع الملك عبد الله بجدة. أهلا وسهلا فيك أستاذة آلاء، حياك. استضافة. طبعا بداية، لدينا العديد من الحميات الغذائية اللي لا يمكن حصرها، ولكن اليوم هتكلم عن الحميات المتداولة والمثبت فعاليتها في عملية إنقاص الوزن. هناك العديد من الحميات، نستطيع أن نقسم الحميات إلى علاجية وحميات تساعد على خسارة الوزن. الحميات العلاجية مثل حمية مثلا السكر، حمية لمرضى الضغط، الحمية لمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى. ولكن الحميات لخسارة الوزن تعتمد أيضا على معايير معينة، لا نستطيع أن نثبت أن هذه الحمية فعالة لجميع الأشخاص أو المراجعين لعيادة التغذية العلاجية. قصدك دكتور أستاذة أنه الأنظمة الغذائية اللي بنشوفها زي الكيتو، كيف نعمل صيام متقطع، كيف أنه إحنا نقلل الكارب، متناسب كل شخص، كل شخص المفروض له الجدول الغذائي الخاص فيه. صحيح، لأنه لا نستطيع أن نعمم لكل المرضى نفس الطريقة، بناء على تحاليل المخبرية التي تتم عندنا في المجمع، بناء على تاريخ المرضي، نمط حياة الشخص، ومن ثم نحدد ما هي الحمية الملائمة. لو جينا ذكرنا ما هي أنواع الحميات، نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الحميات المنخفضة في السعرات الحرارية، من أمثلتها أن نبدأ بحميات ما يقارب 500 سعر حراري إلى 2500 سعر حراري. الحلو في هذه الحميات أنها ملائمة لجميع الفئات العمرية، ملائمة لجميع الحالات المرضية، لأنه لا نمنع أي عنصر غذائي، تحتوي على جميع المجموعات الغذائية. طيب تأثيرات الأنظمة الخاطئة على صحتنا، كيف ممكن تأثر بتأثيرها السلبي؟ التأثير السلبي في حميات مثل الحميات المنخفضة في استهلاك الكربوهيدرات، مثل أتكينز، الكيتوجينيك دايت، دوكن. فكرة هذه الحميات أنه يستهلك كميات جدا قليلة من الكاربس. أتكينز تقريبا 20 جرام، ابتداء من 20 جرام من الكاربس، ونبدأ نزيد تدريجيا إلى أن نصل إلى 120 جرام. أما بالنسبة للكيتوجينيك، هي حمية جدا أيضا ممتازة في إنقاص الوزن، ولكن هي بداية معروفة أو مستخدمة لمرضى الصرع، ولكن الآن أثبتت فعالية في خسارة الوزن. فكرة الحمية أن نقسم مجموعة السعرات الحرارية إلى ثلاث أقسام، 70% منها تقريبا هيكون دهون، 10 جرام فقط أو 10% كاربس، و20 بروتين. فهي عالية في الدهون، عالية في نسبة البروتين، فهي غير ملائمة لجميع الحالات المرضية مثل مرضى قصور الكلى، مرضى النوع الأول من السكر، لأنه لا قدر الله ممكن أن ندخل لنا في الدي كي اي وترتفع الكيتو اسيدوزيز، ممكن ايضا غير ملائمه او ما هي مثبته الصراحه، لا توجد دراسات للحامل المرضع. فلذلك بالنسبه لهذه الحميات يفضل انه يراجع اخصائي التغذيه العلاجيه ليحدد ويعمل الفحوصات ويشوف انها ملائمه او لا. حلو استاذه، لا في كمان حميات بتعتمد على مستويات السكر في الدم، مثل الصيام المتقطع، كيف انه يكون نسبة السكر يعني منخفضة لفترة طويلة، هذه تنصحي فيها؟ الصيام المتقطع الصراحة جدا ممتاز ومثبت انه في عملية خسارة الوزن، لانه في الاخير انه هنستهلك سعرات حرارية جدا منخفضة، ولكن انه يكون الصيام بشكل صحي، يعني نصوم 16 ساعة وخلال 8 ساعات الافطار ما نتوجه لي مثلا وجبات سريعة، وجبات تحتوي على سكريات عالية، لو عملنا ده الشيء ما اكلنا مشينا على حمية. فبالتالي نشترط أنه خلال ساعات الإفطار أن تكون الوجبات تحتوي على أكلات صحية، لا تحتوي على دهون كثير، تحتوي على نسب عالية من الألياف.
كمية موية كمان كويس. أفضل طريقة نقدر نقولها وأسهل طريقة لإنقاص الوزن. ما نقدر نقول أنه أفضل طريقة، بس عادة دائما ننصح أنه لازم تكون الحمية متوازنة، تحتوي على جميع المجموعات الغذائية، ما نحرم نفسنا من عنصر معين. كمان أنه في ناس كتير بيجونا بيقولوا إحنا بنعتمد على وجبة واحدة في اليوم، وده مرة غلط. لازم تتناول على الأقل 3 الوجبات الرئيسية، تحددي أوقات معينة بينهم، يكون عندك سناكات صحية خلال اليوم، تزيدي كمية الفواكه والخضار، كمية شرب الموية، تزيدي النشاط الحركي. إذا دول كلهم ما نفعوا ذيك الساعة نشوف، نعمل الفحوصات ونشوف إيش السبب إيه اللي ما بينزل الوزن، ونعطيها ذيك الساعة الحمية. في جروبات بنشوفها على الواتساب، على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى على السناب، إنه بتنصح بطريقة معينة وبيكون فيها متابعات واشتراكات أيضا. صحيح، هذا مرة انتشر كثير. وفي خبر كويس أنه وزارة الصحة نزلت غرامات للي يعمل دي الأشياء، لأنه يفضل لكل مختص يعطي الشيء المناسب لمريضه، ما يكون حاجة الصراحة يعني ما يعني ممكن تكون تجارية أكثر، ما تعرف الحالة المرضية، ما عندها تحاليل، ما عندها أشياء تثبت المريض أو المراجع إيش فيله. فأنا ضد هذه الأشياء، ما أنصح فيها أبداً. يديك العافية، شكرا لك أستاذة لا هياك. شكرا مرة تانية على الاستضافة، وإن شاء الله دائماً يتمتعوا المشاهدين بالصحة والعافية. يديك العافية. أكيد مع كل هذه النصائح أعزائي المشاهدين الغذائية، أكيد مع تمارين وممارسات رياضية رح يكون في تأثير أكثر في نقصان الوزن. عودة ليك سارة عبد الإله. شكرا على الموضوع المهم لجين، لأني أعتقد أنه الناس حتحتاجه كثير بعد انتهاء الشتاء يا سارة، ولا؟ عاد احنا جاء كذا شهر رمضان وشتاء وكورونا، فكل الناس ضربت. يعطيك العافية لجين حريري، شكرا لك.